خلي الدكار الأربعين والمعهد المرتبعين والضاعن المودعين إذن القسم الرابع من أقسام علم أصول الفقه هو معرفة المجتهد الذي يجوز له أن يتكلم في الأحكام وأن يحكم بالحلال أو بالحرام وأن يستنبط من هذه الأدلة الأحكام. وهل باب الاجتهاد مفتوح ولا مغلق؟ يا مشايخ، باب الاجتهاد مفتوح ولا مغلق؟ لحسب الشخص. فنحن نسأل عن الباب مفتوح. أما أنا فأقول واحفظوها هذه واخبرها من وراءكم، باب الاجتهاد مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي المجتهدين. خلاص، مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي المجتهدين. فإذا فتح المجتهد ما في مشكلة يفتح، لكن يتأكد أن من إغلاق الباب خلفه لئلا يتسلل من هذا الباب أدعياء العلم من ليسوا بمؤهلين. ولهذا الناس اليوم لما يقال لهم، طبعا هو الذي يقول باب الاجتهاد مفتوح يريد بذلك معنى صحيحا، لكن الناس لا يفهمون هذا المعنى الصحيح، فيفهمون باب الاجتهاد مفتوح معناها كل من أراد يدخل، وقد كسر الباب. هل يفتح الباب أم يكسر؟ قالوا بل يكسر. فلهذا أقول إن باب الاجتهاد مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي أهل العلم المجتهدين الذين تحققت فيهم الشروط.